أول حاجة نحب نقول ميرسي على التلفزيون، ميرسي فيرست تي في اللي عيطولنا لهنا، جبتونا باش نعرفوا بجروب تخميرة تونسية. والله التخميرة التونسية هي أول ما بدأت فكرة نتاع مجموعة من الأصحاب كانوا ديما يخدموا بعضهم، ديما يحبوا يخدموا بعضهم. بدينا بضحكة ولعبة وليت جروب تبارك الله، جروب على محلاها. والخدمة كو سمعتوها وشفتوها على محلاها هكا ولات البيت. الجروب هذه بطبيعة تحت اشراف المندوبية الجهوية للثقافة، واللي يتمثلها المندوبة الجهوية للثقافة بسفيقس مدام ربيعة بالفقيلة، والمعهد الجهوي للموسيقى بسفيقس وعلى رأسهم سي مهدي حش صالح، ويمثلنا لهنا ويمثلهم لهنا بحذنا سي عادل الخرط. والله العرض هذا فين قدمتوه وفين مش تقدموه؟ العرض اول ما تقدم كانت لي 19 فيفري 2016، وعملنا العرض هذا وكانت برك الله كومبلي. الجمهور عمل معنا جو ودخل كومبلي معناها، فهمت؟ وبشهادة الموسيقيين والجمهور كان عرض نجح. العرض الجاي وقتاش؟ العرض الجاي ان شاء الله لو 30 افريل في نهر الفنون بصفاقس. ان شاء الله نستدعاكم تجيو حذانا، ان شاء الله نعديو امسيه باهيه وحلوه. فما برشا قاعدين يبعثوا بالاسم، ما نجمش نذكر بالاسم، اما برشا قاعدين يتفرجوا فينا، يبعثونا على انستغرام، يبعثونا على سناب شات، يبعثونا على فيسبوك، قاعدين يبعثونا بالاسم سلمني على فلان الفلاني هاكا يعزف تبارك الله. بون الاولاد حاب نقول لكم هكا بلغت لكم السلام، ما نجمش كل واحد نقول له بالاسم نتاعو، الامور واضحه هكا امورنا باهيه. قال لكم تبارك الله عليكم بالحق يعطيكم الف صحه. شكون مازال اخر باش نقول له يعطيه الصحه في العمليه هذه قبل ما نسمعوا موسيقى مره؟ والله نحب نقول له شكرا، هما المندوبة الجهوية اللي ذكرتها، سي مهدي حش صالح مدير الكونسيرفاتوار نتاع صفاقس، ونحب نشكر أعضاء التنظيم اللي معانا، محمد اليانجي، أيوب بن عبد الله، حازم همامي، شادي بالغيث، وعلي الهمتاتي. نحب نستصبحك في 30 سكوند تذكر أولاد المجموعة كيفاش؟ معلم 75 ويقعد. لا 30 سكوند. 30 باهي ماشي. نبداو وسيم المكي، باقي المجموعة بقيت وسيم المكي. المجموعة بقيت وسيم المكي بتوزيع وديع بالغيث وأسامة مرابط، العازفين محمد امين قديش، وسيم العيادي، عصام البرادعي، محمد الغوش، شهاب بن معلم، محمد بن عويشه، ياسين بن الحسن، وجدي نصر، زياد الزواري، وامير بوجلبان، وياسين عيادي، واسامه الشعري. هذا من اللي شنو يجيو؟ ما عنده حتى علاقه بالشعري يعني، في نوع ثاني محسوبيه وامور ما يعرف. على فكره اكتشفت اني صفاقس الكل تكون لي، صفاقس وطرحنا، دونك كل واحد لقيت ثم شكون اللي جدته بنت عمت خالد جدتي، لقيت شكون اللي عندي عمي وانا ما نعرفوش وهو متخبي وراه، لقيت اللي ولد جيراننا والحومه بتاعنا، تحيه لكل جماعه مركز زنولي والطلعه هذاك، يا اخي تحيه لصفاقس وطرحنا وبرجولي. بالنسبة للعرض الجاي إن شاء الله كما قلت لو 30 أفريل في نزل نهر الفنون بصفاقس. جاونا به على الآخر. في دقيقة نحب نذكر مش نقول العمار. لا 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 لا. جيت حبيت نقول نعطي لي كونتاكت بور باش يخرجوا التيكيات. باهي. إن شاء الله 10% ليا من بعد. أي مزيان. زوز نمرويات اللي مش نقولهم لازم نقيدوهم تو باش ياخذوهم باش يكلمونا باش على التيكيات، اللي هما 25 135 540. ما تقولهاش بالصفاقس خاطر ما يفهموكش العباد. باهي 25 ايوا 135 ايوا 540 صحيح. والنمر الثاني 23 148 312. ملا هاي برشا الجماعه نتاعك، خلينا انس تعطينا الفقره نتاعها. شكرا لك وسام. انا باش نرجعكم كالعاده.